السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم لقاء خاص. في هذه الحلقة محور حلقتنا لهذا اليوم خصوصا اللغط الحاصل منذ البارحة حول تصاريح العمال والتجار بعد تكدس الكثير من المواطنين حول الغرفة التجارية المشتركة لتقديم تصاريحهم للطلب بالحصول على تصريح، ظنا منهم أن التصاريح المعلن عنها هي التصاريح الخاصة بالعمال داخل الخط الأخضر. ولنتعرف أكثر حول ما يجري الآن من أحداث ينضم معنا رئيس الاتحاد العام لنقابة العمال في فلسطين الأستاذ سامي العمصي. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا، حياك الله. بداية، كما ذكرنا للتو الكثير من اللغط حصل البارحة بخصوص تصريح التجار، وأنتم اليوم أعلنتم أنكم تقدمتم بشكوى باسم اتحاد نقابة العمال حول ما حدث بالأمس. تفاصيل أكثر في هذا الجانب، ومن الذي يتحمل المسؤولية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة ما حصل بالأمس هو تلاعب بمعاناة العامل الفلسطيني الذي يعيش حصار منذ 15 عام داخل قطاع غزة. نعم. بأسر العمال، تلاعب بالعمال، تلاعب بمعاناة العمال. أن تخرج الصورة بهذا الشكل، أعتقد أن هذه جريمة. يتم رفع السقف ورفع طموح العمال ورفع السقف بهذا الشكل، ثم بعد ذلك يتم الإعلان أن الموضوع لا يتعدى سوى 2500 تصريح. نعم. الغرفة التجارية في البداية تعلن ثم تنفي، وزارة الشؤون المدنية. الشؤون المدنية. فالحقيقة هذا أمر يحتاج إلى وقفة، هذا أمر يحتاج إلى محاسبة، هذا أمر لابد أن لا يمر مرور الكرام بالشكل. بالتأكيد. من المسؤول عن العمال بهذا الشكل وبهذا؟ من الذي أخرج التصريح ثم سحب هذا التصريح؟ ألا يعلم من أخرج التصريح أنه عامل قطاع غزة يبحث عن ربع فرصة عمل؟ صحيح. عن أي فرصة عمل وإن كانت بأي شكل من الأشكال. العامل اللي بعيش 80% من عمال قطاع غزة تحت خط الفقر، نسبة البطالة بين العمال تعدت أرقام خيالية، نسبة البطالة في غزة تعدت 6% قد تصلت 60%. ثم يخرج العامل غير ملائم لخروجه لبحث عن التصريح بهذه الآلية، ولكن للأسف اتضح أن الأمر هو متاجرة بمعاناة العمال. نعم. ما هي الخطوة التي ستتخذونها خلال المرحلة القادمة بصفتكم اتحاد للعمال في فلسطين؟ والله نحن تقدمنا بشكوى للنائب العام. نعم. وليتحمل الجميع مسؤولياته. من المسؤول عن هذا، عن هذه، عن خروج الصورة بهذا الشكل؟ بهذا الشكل المزري. من المسؤول عن المتاجرة بمعاناة العمال؟ ورأينا المشهد الذي خرج بالأمس. لن نسكت، سنبقى نتابع هذا الأمر، خاصة أنه في نهاية الأمر، في نهاية نهار أمس تم الإعلان أنه لا تعدى سوى 2500 تصريح تجار، ولا يوجد لأي عامل سيدخل الأرض المحتلة بتصريح عامل. أي لا، في البداية رفعوا سقف العمال ورفعوا سقف طموح العمال، فتح باب تسجيل العمل في الداخل، والحديث يدور عن 2500 تصريح. نعم. أي الحدث هنا أنه لم يتم منح الإعلان أي التفاصيل، تم رفع سقف التوقعات حيث أنهم لم يفصلوا ولم يقولوا أن التصريح الخاصة هي بالتجار وليس بالعمال. ما السبب برأيك؟ والله هذا الأمر لابد أن يسأل عنه الغرف التجارية. نعم. هي صاحبة، هي من أخرجت الموضوع للعالم، هي من أخرجت الموضوع للإعلام، هي من قالت أنه سيتم تسجيل العمال للعمل في الداخل بتصريح عمال. هذا الغرف التجارية لابد وللأسف أخرجت الأستاذ ماهر القبطاع ينفي أنه أي دخل الغرفة التجارية، ولكن أؤكد أن الغرفة التجارية في الوسطى ما نزلت إلى هذه اللحظة تستقبل طلبات. إذا كانت الغرفة التجارية غير مسؤولة، طب سجلوا طلبات ليش؟ إذا كانت الغرفة التجارية أعلنت ثم رفعت الشؤون
المدنية على دون بلدات. لماذا هذا التلاعب بمشاعر العمال؟ لماذا هذا التلاعب؟ هو العامل هذا مكافأة بعد 15 سنة حصار. حصار إسرائيلي مفروض نتلاعب فيه بهذا الشكل، بدل أن يكافأ فرصة عمل، بدل أن يكافأ بتسجيل العمل بطريقة محترمة. أنه يتم الإعلام بهذه الطريقة شيء يعني صعب جدا بالتأكيد. فيما بعد الإعلان والنفي واللغط الذي حصل، هل تم التواصل معكم من قبل هيئة الشؤون المدنية أو الغرفة التجارية المشتركة لتوضيح ما حصل، أم تم الموضوع بهذه البساطة؟ نتعامل مع الغرفة التجارية مش مع الغرفة المشتركة. الله يرضى عليك. هي الغرفة لا هي القصد هنا هي الغرفة التجارية المشتركة. الغرفة التجارية. نعم. هو يعني التصريحات متناقضة الحقيقة، يعني التصريحات متناقضة من الغرفة التجارية من وزارة الشؤون المدنية. إلى الآن يعني لم يخرج علينا الأستاذ صالح الزق بتصريح يعني يجلي الأمر، يوضح الأمر. نعم. تصريحات ماهر الطباع، لحظة يؤكد ولحظة تنفي، لحظة ينفي الأمر، ثم الأبواب الغرفة التجارية مشرعة عمال العمال. فالحقيقة الأمور يعني الأمور غير واضحة إلى الآن. الأمور غير يعني، وهذا ما دفعنا للتقدم بطلب الشكوى للنائب العام، لأنه من حق المواطن أن يعرف أين تدور الأمور وبأي طريقة تدور الأمور. بالتأكيد. في 2500 اسم من حق أي عامل أن يحصل على هذه الفرصة. بالتأكيد. لا نريد أن يكون الأمر يعني محسوبية، لا نريد أمر يعني أي أمر آخر، أي فساد. لذلك يعني تقدمنا بالشكوى وننتظر إن شاء الله، يعني لا نتهم أحد، ولكن نريد أن يخرج علينا النائب العام بتحقيق شفاف يرضي الجميع. بالتأكيد. تحدثتم في تصريحكم اليوم أن ما حصل بالأمس هو تغطية على الفساد الذي حصل منذ أكثر من شهر. حدثنا أكثر عن هذه النقطة، يعني المواطن يتساءل حول النقطة، لعل الكثير لا يعلم بهذا التصريح الذي تحدثتم به اليوم. هو في الحقيقة منذ أكثر من شهر ونصف، وتجمع الأسماء في الشارع، يعني أهل المواطنين في غزة من شهر ونص تجمع الأسماء، أسماء للتصاريح بدون سجل تجاري. هذا ما من شهر ونص احنا متابعين الأمر، والأمر يتم تداوله بالمرجعيات وبالمعارف. لذلك يعني كما قلت وأكرر، يعني بدنا الأمر يكون فيه شفافية أكثر، فيه وضوح أكثر، حتى يعني لا يتم استغلال مثل هذه التصاريح. هذه التصاريح للعمال اللي انقطعت بهم السبل منذ 15 عام. الحصول على التصريح يكون بواسطة، حتى الحصول على التصريح يكون بالمعرفة، حتى الحصول على التصريح يعني للأمانة صندوق وقفة عز كان أمر مخزي. ما حصل في صندوق وقفة عز، الأسماء وزعت عن طريق المرجعيات، الأسماء وزعت عن طريق التنظيمات، حتى معاناة العمال يتم المتاجرة بها. يعني بصراحة الأمر يحتاج إلى توضيح أكثر من الجهات المعنية، ولكن للأسف لا الشؤون المدنية خرجت علينا بتصريح، ولا الغرفة التجارية نستطيع أن نأخذ منها تصريح واحد. والأمور متضاربة. أي ما تقصده أن هذا شيء متداول ومعلوم بين الناس خلال الفترة المنصرمة، ولكن دون إعلان رسمي، هل هذا ما قصدته؟ صحيح. نعم. صحيح. نعم. بخصوص أيضا الحياة الصعبة التي يعاني منها فئة العمال بشكل خاص والقطاع بشكل عام، أعلنت وزارة العمل اليوم في بيان لها أنها مستعدة للتعاون مع الجهات المختصة لإنقاذ هؤلاء العمال بموجب قانون العمل الفلسطيني. ما تعليقك على هذا الجانب؟ هذا الدور الرئيس لوزارة العمل، يعني ما أدري ماذا الغرفة التجارية بإصدار تصريح للعمال. ما دور الغرفة التجارية؟ هذا دور وزارة العمل، هذا الدور يعني لوزارة العمل، ولا ينازعها في أحد. لابد أن يسند الأمر إلى أهله. أما ما دخل الغرفة التجارية بإصدار للعمال؟ ما دخل الغرفة التجارية في هذا الأمر؟ هذا حق واضح وحق صريح لوزارة العمل. لذلك يعني لابد عند إخراج أو الجمع عليه التصريح، يتم التنسيق مع وزارة العمل. إحصائيات وزارة العمل موجودة، وقواعد بيانات وزارة العمل. وزارة العمل هي الأكثر على تحديد
الاسماء الاكثر احتياجا نعم للعمل. لذلك لابد ان يكون هنالك يعني تعاون بين الشؤون المدنيه ووزاره العمل في غزه يعني لتحديد الاسماء الاكثر احتياجا. نعم، اي ان الغرفه التجاريه والشؤون المدنيه تعاملوا في هذا الموضوع فيما بينهم ولم يتم التواصل مع وزاره العمل، ومن الاجدر بهم كانوا ان يفعلون ذلك. هل هذا صحيح؟ صحيح، وزارة العمل الأكبر على تحديد هو الأكثر احتياجا. نعم، بخصوص مصير هؤلاء العمال، يعني نحن شهدنا أن في النهاية صرحوا بعد النفي والإثبات أكثر من مرة، صرحوا أن هناك 2500 تصريح فقط وهم مخصصون تحت بند تاجر وبشروط معينة. ما مصير هؤلاء العمال؟ هل هناك أي قادم، أي جديد بهذا الخصوص؟ هذا المشكله والمعضله اختي الكريمه، انه احنا رفعنا سقف العامل العمال اللي يعني فقط مدينه غزه بالامس، فقط مدينه غزه 10700 تصريح. نعم. او طلب. صحيح. قدم ل صحيح. الحقيقه انه يعني لو ترك الامر الايام معدوده سيصل الرقم الى 100,000 فقط مدينه غزه، فهذا الامر يعني يحتاج لاكثر شفافيه ويحتاج الى اكثر وضوح، حتى لا نغرب العامل الامس يعني تصور انه خلاص حصل على تصريح وفي اخر النهار ولد انه الامر. نعم. الامر لا يتعدى سوى 2500 تصريح. من المسؤول عن لابد ان يحاسب كل مسؤول عن هذا الوضع. نعم. من وضع العمال بهذا الموقف لابد ان يحاسب. بالتأكيد، وهي أيضا التصريح للتوضيح أنها هي للتجار فقط تحت بند تاجر وليس تحت بند عامل. شكرا جزيلا موصول لك أستاذ سامي العمصي، رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في فلسطين، كنت معنا لتطلعنا على آخر التطورات. والشكر موصول إليكم أعزائنا المشاهدين على هذه المشاهدة الكريمة. دمتم في أمان الله.